وديربي الرياض نصراوي، قدر فريق النصر النهارده يفوز على فريق الهلال بهدفين للا شيء، هدفين في توقيت ممتاز بالنسبة لفريق النصر. في الدقيقة 39 من الشوط الأول قدر فينيستا أبو بكر يحط الجون الأول، وتاليسكا من هجمة مرتدة في الدقيقة 91 يحرز الهدف الثاني. مباراة متوسطة المستوى كأداء عام، ولكن يحسب لنادي النصر النهاردة رغبته في الفوز وتعويض الخسارة في مباراة آسيا اللي خسر فيها في نصف النهائي من الهلال. النهاردة قدر فريق النصر بقيادة روسو المدرب الأرجنتيني الجديد انه يتعامل مع المباراة وعارف هو عاوز ايه من المباراة، وقدر يكسب. سوء الحالة الفنية اللي كان عليها فريق نادي الهلال من بعد، يعني مش وليدة المباراة دي، لا، من بعد بطولة اسيا وماتش الفيحاء ماتش ابها واداء الهلال مش مقنع. النهاردة الهلال بيلعب زي ما بنقول كده مكسور الجناح، الجانب اليمين، غياب البريك ونزول الشهراني النهاردة في الشوط الاول، وبعدين التغيير اللي عمله جاردين بنزول حمد اليامي في ناحية اليمين، وعدلة الملعب بقى وجود الشهراني في الناحية الشمال رجعوا للمباراة باستحواذ، ولكن للأسف الاستحواذ كان سلبي. غياب محمد كانه مؤثر جدا مع فريق الهلال نهاردة. تحية لعلي الحسن وأيمن يحيى، الفترة اللي لعبوها طول الشوط الأول والجزء الثاني من الشوط الثاني هم اللي ادوا الأفضلية لفريق النصر في نص الملعب. خط دفاع نادي النصر النهاردة بقيادة عبد الإله العمري أداء عالي، أداء راقي، وجود اتنين متحركين أو اتنين لعيبة يقدروا يغيروا لك شكل الفرقة من الناحية الدفاعية للناحية الهجومية باختراقاتهم وانطلاقاتهم، سواء أبو بكر أو تاليسكا اللي كان الشوط الأول أداؤه أفضل من الشوط الثاني، ولكن في الشوط الثاني قدر يفوز أو يحرز هدف غالي جدا في عز ما كان الهلال عاوز يتقدم. النصر أحرز الهدف الثاني. النهاردة سلمان الفرج علامة استفهام كبيرة، وكولار اللي مش قادر يعوض غياب محمد كنو، زي ما قلت في فجوة في نص ملعب النادي الهلال النهاردة. بيريرا أنا مستحرم وجوده أساسي في الفريق، والنهاردة كان عبء على فريق الهلال، وللأسف يعني الكرة اللي جت جون للهلال اللي اتلغى عمل فيها فاول غريب جدا، بيلعب يعني بمزاج عالي بمزاجية، وده ما ينفعش مع فريق كبير زي فريق الهلال. يوم يديلك وعشرة لا، بيريرا لعيب كبير إمكانياته عالية، ولكن في أوقات كده ما بيفيدش الهلال. واللي زعلني النهاردة وهو خارج، يعني الألفاظ اللي بينه وبين جارديم مستاء، يعني من أسوأ اللعيبة في الملعب النهاردة بيريرا. الفرقة مش في حالتها، فريق نادي الهلال. نادي النصر فرض أسلوب لعبه في الشوط الأول وقدر يلعب ضاغط على فريق الهلال، بيقدر يستحوذ على الكرة بسرعة. النهاردة ميس باص كتير جدا من سلمان الفرج ونص ملعب نادي الهلال، مفيش تركيز. يحسب لنادي النصر رغبته في الفوز زي ما قلت، قادر يضغط على فريق الهلال وراح بأكتر من كرة، وشوفنا هدفين النهاردة ملغيين، واحد لنادي الهلال واحد لنادي النصر، أهداف ملغية، كرات من العرضيات اللي عملها بدأ يعملها الشهراني في الشوط الثاني بدون خطورة حقيقية. غياب النهاردة أو اختفاء النجم سالم الدوسري مش في حالته، أداؤه مش مقنع بالنسبة للجمهور النهاردة. فريق نادي الهلال بصفة عامة مش في حالته. فريق النصر زي ما قلت قدر يتعامل مع المباراة بذكاء شديد جدا، قفل في نص الملعب، لعب على الطرفين اليمين والشمال يعني زي ما بنقول كده ايه، ضغط نادي الهلال خصوصا النهاردة كانت ناحية اليمين طول الشوط الاول. موسى ماريجا مش في مستواه مع الشهراني، مفيش تفاهم، مفيش انسجام، الضغط كله كان على يعني من فريق نادي النصر على نادي الهلال. خطورة الهجمات كانت للنصر افضل من نادي الهلال، مفيش هجمات خطرة نقدر نتكلم عنها غير كرتين في الشوط الاول، كرة من الغنام كده قدر عبد الله المعيوف يتعامل معها ويطلعها، وتسديدة اول هجمة هي دي بداية بقى ايه انطلاقة المباراة الحقيقية. اول هجمة سلمان الفرج يعدي فيها ويلعب 1-2 مع موسى ماريجا كانت في الدقيقة 32 اللي شاطها وجت في عبد الاله العمري اللي طلعها بأعجوبة، دي كانت الشرارة اللي بدأت فيها المباراة. الدقيقة 32 اتردد بهجمة لنادي النصر، تفويته كده من ابو بكر، شاطها تاليسكا صدها المعيوف، وبدأت المباراة تشتعل من الدقيقة 32. دقيقة 39 كرة دفاعيا لو بتتعاد 100 مرة على فريق الهلال ما تعديش كده. ابو بكر وسط
خمس لاعبين، عدى من اتنين الاول ودخل وسط اربع لاعبين وشاطها، والحظ يخدمه تخبط في رجل متعب مفرج وتروح من فوق عبد الله المعيوف، ما يقدرش يعمل فيها حاجه، اتفرج عليها ودخلت جوه الجول. توقيت الهدف ده كان ممتاز بالنسبه لنادي النصر، اداله الثقه، اداله الثبات اللي كان فيه في الملعب. نادي النصر بدا يلعب في نص ملعبه، بدا يواجه بواحد اللي هو تاليسكا او ابو بكر يقابل، وراه رباعي في نص الملعب ووراه خماسي او 4-4-2 بيقابل ومقفل الطرفين وعمق الملعب على فريق نادي الهلال. سلمان الفرج مش قادر يعدي ويخترق، بيريرا مش في حالته، موسى ماريجا من ناحية اليمين مفيش، ناحية الشمال انطلاقات سالم الدوسري مقفولة، والهدف اللي احرزه جوميز في الدقيقة 46 وحسبه او رجعوا الفار وحسبه فاول على بيريرا وعطاء انذار، دي كانت ايه بداية الانكسار بالنسبة لفريق الهلال. كان هيفرق كتير جدا معاه انه يطلع الشوط الاول متعادل، ولكن للأسف المباراة او الشوط الاول انتهى 1-0. في الشوط الثاني بقى زي ما قلت لك كده، نص الملعب ايمن يحيى مع علي الحسن كانوا عاملين دور دفاعي كبير جدا ورقابه لصيقه على سلمان الفرج واي زياده من سواء سالم الدوسري او بريرا، وكولار مش قادر بقى يزيد مع سلمان الفرج، بيعمل مجهود دفاعي كبير لكن الناحيه الهجوميه مفيش. كنا بنشوف محمد كانو بيزيد اوقات من على الطرف اليمين او على الطرف الشمال واوقات بيسدد، النهارده مفيش تسديدات على مرمى النصر ولا في تسديدات على مرمى الهلال. اذا المباراه مخنوقه، مباراه تكتيكيه وسوء الحاله الفنيه والبدنيه اللي عليها الفرقتين، يعني نتكلم بمنتهى الامانه المباراه متوسطه المستوى، ما كانش فيها الحماس والرغبه اللي احنا شايفينها. ورصو يعني رجع بقى في الشوط الثاني دافع وامن حساباته وامن دفاعاته وغير الاثنين الارتكاز ونزول اثنين ارتكاز تاني عشان يدي الثقه للاعبته ويبدا عنده مجهود بدني يقدر يجاري الانطلاقات. جوميز ما شفناهوش في الشوط الثاني اتغير، بدا جارديم يحاول يرمي كل اوراقه الهجوميه عشان يتعادل، ولكن للاسف التمركز الدفاعي الجيد مع فريق نادي النصر ونص الملعب اللي كان متحرك جدا والاثنين لعيبه اللي يعني عليهم عامل الفوز النهارده ابو بكر وتاليسكا قدروا ينهوا المباراه لصالح نادي النصر. مبروك لنادي النصر الفوز وهارد لك لنادي الهلال. نادي الهلال أداءاته غير مقنعة من بعد رجوعه أو بعد فوزه ببطولة كاس آسيا، ودي حاجة طبيعية، يعني أمر طبيعي جدا، كل الفرق الكبيرة بيحصل لها زي إيه هدوء كده بعد أي بطولة بياخدها، بيبدأ في سوء أداء أو سوء نتائج. مجهود كبير كان عامله نادي الهلال، ولكن الجمهور طبعا هيلتمس له العذر، الخسارة هتزعل جمهور الهلال، فوز كبير لنادي النصر وفرحة جماهيره النهاردة اللي شفناها، ولكن أحلى حاجة في المباراة الروح الرياضية اللي شفناها بعد الماتش، لعيبة كلها اخوات، لعيبة رغم الشراسة اللي كانت في الملعب والالتحامات اللي شفناها في آخر المباراة كده عشان النتيجة، ولكن بعد المباراة الأمور كلها انتهت اخوات حبايب. ومبروك لنادي النصر مرة تانية، هارد لك لنادي الهلال. كده حلقتي تكون انتهت، لو عجبك الفيديو انزل اشترك في القناة، فعل زر الجرس، وياريت تشير الفيديو على قد ما تقدر عشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم.